اليوم ان شاء الله غادي نشرح لك كيفاش انه شي واحد يقدر يبيراتيك في 5 ثواني. 5 ثواني يعني تقدر تهمل البي سي ديالك 5 ثواني اللي هي ماشي شي حاجه ويبيراتيك شي واحد بحال داكشي ديال الافلام كيخشي يو اس بي 5 ثواني لا كاملاش هو بي سي بيراتا. اليوم غادي نطبقوا الشرح على هادي ياك. غادي نشرح لكم هو الكونسيبت من بعد نديروا البراكتيك. دابا هذا هو البي سي ديالك الكلافي لا السوري. خليت البي سي ديالك واحد المده شويه ومفتح بطبيعة الحال. جا واحد انفورماتيسيان ولا شي واحد عنده مع الايثيكال هاكي جلس البي سي بيرات البي سي ديالك في ديك لابيريود بمعنى انه كونيكتا مع داك البي سي ولا السيرفو ولا كما بغا يكون ديك الحاجة اللي غادي كونترولي منها البي سي ديالك. وهذا الشيء كامله يقدر يديرو بالكلافي. وفي حالة نقولوا هذا عنده مع سبيد تايبين والليفل ديالو طالع يقدر يدير هذا الشيء كامله في دقيقة واحدة. دابا تخيل معايا زينا واحد الحاجه وبروغرامينا فيها داكشي اللي غيدير بالكلافي باش نيكزيكوتو في واحد مده قصيره. دابا هادي الكونسيبت ديالها هو انه كتلعب لينا الدور ديال الكلافي الكيبورد كنبروغراميو فيها داكشي اللي بغينا نديروه بالكلافي وكيدار لينا بواحد السرعه اللي هي كبيره بزاف تقدر كاع ما تبان. اكزومبل الاولاني غادي نبروغراميو فيها انها تحل لينا النوت باد وطابي لينا فيها هادشي. صافي درنا ليها لابلود غادي نجيو نيكزيكيتيو في هاد البي سي هذا. انتما تلاحظوا راه معاه غادي نخشي كابل يو اس بي غادي يطرى داكشي خصيت فوالا هو تحلات النوت باد وطابا فيها انا ابليكي والريفيرشال يعني غادي نكونترينيو داك البي سي من هاد البي سي هذا. انا استعملت الراسبيري باي طال شي خطره ونشرح هاد الراسبيري باي. المهم الراسبيري باي دايره بحال الا قلت البي سي صغير ما عليناش. هاي يعني هنا الراسبيري باي كدير لي سنين في البور ديال 4 تسعودات المهم 9999 وعندنا واحد السيرفو هنا كيدير لي سنين. هنا البور اليو اس بي هنا تبان لكم غدار هنا واحد البروسيدور بزاف يعني ما نقدروش نشوفوها بعينينا وتقدر دار غير في 3 ثواني ما كاملاش الصراحة. ها انا مع غادي نخشيه طلعت هادي داش داكشي اوتوماتيك انا نتسناو طلع لينا كونيكسيون هي طلعت لينا كونيكسيون. دابا هنا طلع ليا نقدر نكونترولي داك البي سي من هنا نقدر مثلا ندخل البيرو ديسكتوب سي دي ديسكتوب. هنا نقدر نكري شي في المهم ولا شي دوسي بحال هكا كادير ندير هيلو سميتو هيلو. هنا راه كيبان لكم ما كاين لا دوسي لا والو اون فوا غادي نكليكي هنا اونطري غيتكري هنا الدوسي فوالا هو الدوسي بان لكم تما تكري. المهم الكونسيبت هو هذا بما انه كريت الدوسي تما راه نقدر ندير بزاف د الحوايج. السبب من هادشي هو انه عمرك تخلي البي سي ديالك مشعول الى بعدتي منه حاول ديما طفيه. ويندوز الى عقلت وقيلا ويندوز ال هي باش كتشدو وهكا تقدر تحمي من راسك من هاد اللعيبة دونك صافي هادشي اللي كاين. المهم صراحة هادشي كيتابليكا بزاف بزاف د الحوايج بحال مثلا نعطيك اكزومبل مثلا في الكلاس مثلا البروف خلا بيسي ديالو شوية نقدرو نحطو ليه هادي ونهزو لي كور ولا نقدرو نهزو كاع لي زيكزام ولي كونترول وهكا هادا. المهم الكونسيبت راه باين. الدم بيها اليوم سميتها 80 ميغا 32 يو 4 ياك ولا تقدر طابي غي يو اس بي روبر داكي غطلع ليك. الكونسيبت اللي خدمنا به هو الريفيرشال واستعملت الراسبيري باي و الاردوينو بطبيعة الحال باش نبروغرامي. وهادي حيتاش هي اردوينو برو ميكرو اردوينو برو ميكرو ماعرفت في كاينة ما كتبانش هاهي هنا معرفتش تبان ولا لا هاهي باني يلا اردوينو برو ميكرو